السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات صف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات كتاب جيم 2025. النهاردة إن شاء الله معدنا مع حل الدرس الثالث والرابع بالكامل، سواء كلمات أو جرامر. طبعا هنبدأ بصفحة 129 ودي اللي بيأكل فيها على الكلمات ومعانيها. طبعا مديني كلمة experience، طبعا experience حبايبي تمشي خبرة وتمشي تجربة، ودي بتبقى تجربة حياتية. gave بمعنى أعطى، kindness بمعنى عطف أو عمل بر، donated بمعنى تبرع. number one بيقول لي the rich man showed great aid towards the poor، بيقول لي إن الرجل الغني أظهر إيه تجاه الفقراء. طبعا أكيد kindness، kindness يعني عطف أو طيبة. number two بيقول لي my brother got a new job، يعني اخويا حصل على وظيفه جديده. because he has much a، لان عنده ايه؟ اكيد طبعا لان عنده خبره، يبقى much experience او لان عنده خبره كتير. number 3 بيقول لي ساره ايه her old toys to the children's hospital، بيقول لي ساره ايه بالالعاب بتاعتها القديمه لمستشفى اطفال. اكيد طبعا اتبرعت، واتبرعت حبايبي معناها donated، تاني اتبرعت معناها donated. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحه 130، عندنا فور، عندنا فريندلي، عندنا ات، عندنا فلت. بيقول لي I stayed home from school today because I am unwell، بيقول لي انا قعدت في البيت من المدرسه النهارده لاني انا ايه unwell. unwell يعني بشكل غير جيد، يعني انا مش صحيح، يبقى اكيد because I felt، وفلت حبايبي معناها شعرت. number 2 بيقول لي our neighbor جارنا put his car، وضع العربيه بتاعته up a sale because he wanted to buy a bigger one، طبعا وضعها عرض للبيع عشان كان عايز يشتري واحدة أكبر، فطبعا للبيع اسمها for sale، تاني for sale. تعال نشوف number 3 بيقول my new neighbor، يعني جاري الجديد is very is so kind، هو طيب جدا، يبقى أكيد هو very friendly، friendly حبايبي بمعنى ودود. تعال حبايبي يلا نشوف تدريبات الكلمات اللي في صفحة 135. number 1 بيقول لي it's important to aid others by being kind and listening carefully when they talk، بيقول من المهم ان انت تكون ايه تجاه الاخرين وتسمعهم بحرص لما يجوا يتكلموا. طبعا اكيد respect، وكلمة respect حبايبي بمعنى يحترم، تاني respect بمعنى يحترم، يبقى من المهم انك تحترم الاخرين، تكون طيب وتسمعهم بحرص لما يتكلموا. تعال نشوف number 2 بيقول it's very sunny today، يعني الجو مشمس النهارده، the synonym of sunny، طبعا عايز هنا معنى كلمة sun اللي هي مشمس، يعني اكيد طبعا bright، وبرايت معناها لامع او سطع. تعال نشوف number 3 بيقول we add the suffix a to the adjective strange to get the noun، بقول احنا بنحط اللاحقه a للصفه strange عشان نخليها اسم، طبعا اكيد er عشان تبقى stranger، stranger معنى شخص غريب. تعال نشوف number 4 واللي a is someone who pays for a room in a house، طبعا بيدفع من اجل غرفه في البيت، يعني بيدفع عشان يقعد في غرفه في بيت، ده بسميه طبعا lodger، ولوجر حبايبي بمعنى نزيل. تعال نشوف number 5 بيقول لي an A is something that happens to you in your life، حاجه بتحصل لك في حياتك، دي بقول عليها تجربه حياتيه. التجربه الحياتيه حبايبي اسمها experience، انما experiment التجربه المعمليه اللي انا بعملها في المعمل. تعال نشوف number 6 بيقول لي teachers explained all the problems to their A، بيقول للمدرسين شرحوا مشاكلهم لمين؟ اكيد طبعا للمدير، والمدير حبايبي اسمه مانجر، تاني المدير اسمه مانجر. تعال نشوف number 7 بيقول لي A is a board، يعني لوحة، that people put on a wall to put messages on، هي لوحة كده او قطعة خشبية الناس بتحطها على الحيطة عشان تحط عليها رسائل، بيقول عليها notice board، وان notice board يعني لوحة الاعلانات. تعال نشوف number 8 بيقول my uncle is a businessman، يعني انا رجل اعمال and always has a to discuss important topics، بيقول لي ان هو رجل اعمال ودايما عنده ايه عشان يناقش الموضوعات المهمة. طبعا اكيد عنده اجتماعات، واجتماعات حبايبي اسمها meetings، تاني اجتماعات اسمها meetings. تعال نشوف number 9 بيقول I sat on a wooden A at the park and watched the birds fly by، طبعا قعدت على ايه الحديقة وشاهدت الطيور وهي بتطير بالجوار. طبعا حبايبي قلنا المقعد الطويل اللي بيبقى ثابت في الحديقة ده بسميه bench. تعال نشوف number 10 بيقول لي we form the noun، يعني بنكون الاسم، of communicate، وcommunicate حبايبي معناها يتواصل، by adding the suffix ان احنا بنحط اللاحقة طبعا i o n عشان تبقى communication، communication حبايبي معناها تواصل، تاني communication معناها تواصل.
طب تعال نشوف يلا اللي بعدها. بيقول my mother asked me to air her a call if I am going to be late. طلبت مني ان انا اديها مكالمه, يعني اعمل مكالمه لو انا اتاخرت او لو انا ناوي اتاخر, فبالتالي لازم اقول give her a call. اللي بعدها تعال نشوف نمبر 12. بيقول لي to get the noun from the adjective, عشان احصل على الاسم من الصفه sick. sick حبيب بمعنى مريض, عشان اجيب منها اسم لازم ازود عليها ان اي اس اس عشان تبقى sickness, وsickness حبيبي يعني المرض. نمبر 13 بيقول له طارق doesn't have any money, طارق ما معهوش اي فلوس, so I will pay for his metro ticket. عشان كده انا هدفع فلوس تذكره المترو بتاعته, يدفع حبيبي اسمها pay. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي مستر كمال is a kind man, مستر كمال ده رجل طيب. the opposite of kind, عايز عكس كلمه kind, شكل ما احنا عارفين حبايبي ان عكس كلمة kind اللي معناها طيب اكيد unkind, unkind يعني غير عطوف او غير طيب. تعال نشوف نمبر 15 بيقولي after a long day of working, يعني بعد وقت طويل جدا يوم طويل من العمل, it's time for you to take a and relax, اكيد طبعا تاخد فترة راحة وتسترخي, يبقى take a rest, take a rest يعني ياخد فترة راحة. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 136 ودي تكملة التمارين. عندنا كلمة rest حبايبي بمعنى راحة, عندنا كلمة tiring بمعنى متعب, عندنا كلمة pavement بمعنى رصيف, وعندنا كلمة tired بمعنى مرهق أو متعب, وعندنا كلمة ask بمعنى طلبة أو سائلة, هي حاجة من الاثنين. bench حبايبي بمعنى مقعد, وقلنا مقعد ثابت وده مقعد بيكون طويل. بيقول لي عادل is an old man, يعني رجل عجوز. he is 75 years old, عنده 75 سنة. while he was walking along the A he fell down, هو ماشي بامتداد A وقع, يبقى اكيد pavement, وpavement حبايبي بمعنى رصيف, يعني هو ماشي بامتداد الرصيف وقع. and felt very A طبعا هيشعر, يبقى اكيد لازم اجيب صفة ايدي, يبقى felt very tired يعني شعر بالارهاق او بالتعب. a young boy saw him and ran towards him, يعني ولد صغير كده شافه وجرى عليه. he ate him to sit down and have a, طبعا اكيد هو ساعده, هو طلب منه, يبقى he asked him to sit down, تاني asked him to sit down يعني طلب منه انه يقعد. and have a e طبعا وياخد فترة راحة, يبقى have a rest, تاني have a rest. عادل thanked the boy for his wonderful treatment and kindness, طبعا شكر الولد على معاملته الرائعة وطبته كمان. تعال نشوف يلا الاختيارات. بيقول لي to aim in saying hello to welcome someone, اكيد ده greet, وgreet حبايبي بمعنى يحيي, يحيي معناها ان انا بقول اهلا لشخص وبرحب بيه. تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي there are many monuments and ruins in Luxor, يعني في اثار واطلال في الاقصر. the word monuments, كلمة اثار here refers to a buildings, طبعا اكيد عايدة على المباني التاريخية القديمة, يبقى historic, historic بمعنى تاريخي. تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي is writing or pictures that people draw on walls, هي الكتابات اللي الناس بتكتبها على الجدران, طبعا اكيد ده graffiti, وgraffiti قلنا الشخبطة او الكتابة على الجدران. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي is someone who pays to live in a house, شخص بيدفع عشان يعيش في منزل, قلنا ده حبايبي بنسميه tenant, وtenant حبايبي بمعنى مستأجر. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي the suffix a turns the adjective dark into a noun, طبعا dark عشان احولها لاسم اكيد هزود لها ان اي اس اس عشان تبقى حبايبي darkness, وdarkness حبايبي بمعنى الظلام. نمبر 6. بيقول لي to succeed in your exams, عشان تنجح في الامتحانات بتاعتك, means to ace them, اكيد to pass, وان pass بمعنى يجتاز, بس الفرق بين succeed و pass ان succeed بيجي مع حرف الجر ان, اما pass ما بيجيش مع حروف جر. تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي if you are a you don't expect something and it seems strange or unusual, ويبدو ان هو غريب او غير معتاد لما انت تكون مندهش, مندهش انت مش متوقع الحاجه, تبقى بالنسبه لك غير متوقعه وغريبه. طب تعال نشوف نمبر 8. will to get the noun from the verb compete at the suffix, عشان اجيب طبعا حبايبي الاسم من كلمه compete اللي هي ينافس, بتبقى competition, وcompetition بمعنى مسابقه او منافسه, فبالتالي هزود عليها i t i o n طبعا عشان تبقى competition, طبعا بشيل الاي واحط اي تي اي او ان. هنشوف نمبر 9. بيقول لي ايا از اولويز بليزد باي ذا اي اوف هير فريندز, طبعا بيقول لي ايا دايما سعيده بايه اصدقائها, طبعا اكيد حبايبي بتيجي اصدقائها, فاكيد باي ذا
kindness. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي our teacher is a kind, is kind and helpful. طبعا طيب ومتعاون. The synonym of kind. طبعا بيقول لي عم عايز معنى كلمة kind. Kind طبعا بمعنى friendly يعني ودود. نمبر 11 بيقول لي people can communicate with each other all over the world. This means that they use a طبعا بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم في جميع انحاء العالم فاكيد بيستخدموا social network services يعني خدمات الشبكة الاجتماعية يعني بيتواصلوا في كل انحاء العالم عن طريق ايه طبعا عن طريق الانترنت وعن طريق الفيسبوك عن طريق الواتساب دي كلها بقول خدمات الشبكة الاجتماعية. تعال حبايبي يلا نشوف تدريبات الجرامر الموجودة في صفحة 139 واللي زياد باي كار هي بلاند ذا. قلت حبايبي طالما بين تخطيط يعني الشيء متخطط ليه اكيد لازم اجيب جونج تو زائد المصدر فلازم اقول زياد is going to buy يعني سوف اشتري. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي next summer الصيف اللي جاي I not going to travel to England I decided to spend it in the countryside. طبعا طالما ده قرار حبايبي يبقى اذا لازم اجيب going to بس هنا هتيجي منفية فهقول I'm not going to وكأن بقول انا ما قررتش اني اسافر ولكن قررت اني اقضي في الكونتري سايد. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي the teacher is going to showing us a page on the whiteboard. طبعا حبايبي جونج تو عارفين بيجي وراها مصدر فبالتالي لازم اقول show. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي you are going to ride a horse. طبعا عارفين حبايبي في السؤال الفعل المساعد هو اللي بيجي الاول فلازم اقول are you going to ride a horse. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي give me the remote I am go to watch the film. طبعا هنا لازم اقول I'm going. I'm going to verb ing. تعال نشوف نمبر 6 بولي volunteers is going to plant some trees along the streets. طبعا volunteers جمع حبيبي فبتاخد or ما تاخدش is. تعال نشوف نمبر 7 بولي look at that man on the bridge. He is going jump. طبعا حبيبي going بيجي وراها to المصدر يبقى لازم اقول to بعد كده اجيب jump. تعال نشوف نمبر 8 بولي have decided. طالما قال لي حبايبي هاف ديسايدد واز ديسايدد يعني كده قرر والقرار ده بيكون مسبق فبالتالي لازم اجيب جونج تو زائد المصدر يبقى لازم اقول ذات ام جوينج تو سبيك تو ماي بيرنتس اباوت ذا بروبلم هتكلم مع والدي عن المشكله. نمبر 9 بيقول لي جوينج يو واتش ذا نيو بلاي تونايت. طبعا حبايبي ده سؤال يبقى انا عايز مع جوينج اما ويز او ار طب يو تاخد ايه؟ هتقول لي ار فاذا لازم اقول ار يو going to يبقى are you going to watch the new play tonight. number 10 بولي we're going start. طبعا هنا لازم اجيب to سوف نبدا. تعال نشوف number 11 بولي next monday we try a new kind of medicine this is our plan. طبعا هي خطتنا يبقى لازم اجيب going to زاد المصدر وبتاخد all وبعدين اجيب going to يبقى we are going to try. تعال نشوف number 12 بولي we going to clean up the rubbish in our street. طبعا going to محتاجة ام او از او ار وي بتاخد اه. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لصلاح go to visit Egypt next week it's his plan. طالما قالت دي خطته يبقى لازم اقول is going to. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لعمر and I going to spend the evening outdoors. طبعا خلي بالك لما هتقول ام لان هنا مش انا لوحدي ده انا وعمر فلازم اقول حبايبي are going to spend the evening خلاص outdoors. تعال نشوف نمبر 15 بيقول لي I going to read David Copperfield story in summer. طبعا انا ناوي ان انا اقرا قصة David Copperfield طبعا في الصيف. طبعا هنا لازم اجيب ام الاول بعدين going to عشان تبقى التركيبة كاملة. تعال نشوف نمبر 16 بيقول لي what are you going to do. طبعا لازم اجيب to وبعد كده اجيب do يبقى what are you going to do during the weekend. تعال نشوف نمبر 17 بيقول لي they not going play tennis in the afternoon they are going to study for the exams. هم مش ناويين يلعبوا تنس ولكن ناويين ان هم يذاكروا للامتحانات فلازم اقول طبعا they aren't طبعا الجمله منفيه going وبعد going اجيب to. تعال نشوف نمبر 18 بيقول لي ايمن لوكسر he has decided. طالما قال لي ان هو قرر فبالتالي لازم يكون الكلام بجوينج تو زائد المصدر يبقى ايمن is going to visit Luxor. تعال نشوف نمبر 19 بيقول the volunteers are going to cleaning up the park. طبعا going to بيجي وراها مصدر فلازم اقول حبايبي clean. تعالى حبايبي يلا نشوف التدريبات العامه اللي موجوده على الدرس ده في صفحه 141. عندنا كلمه time بمعنى وقت عندنا community بمعنى جماعه ومجموعه
او مجتمع، عندنا اونر، عندنا ورك يعني يعمل او عمل، elderly طبعا كبار السن. وتو بيقول لي my friend and I are looking for some voluntary ايه، انا وصاحبي بنبحث عن ايه تطوعي، اكيد طبعا voluntary work يعني عمل تطوعي. we should all care about our ايه، يجب ان نعتني بايه، طبعا اكيد بالcommunity، وcommunity اللي هو مجتمعنا، يجب ان نعتني بمجتمعنا. we want to help a people and young children a read، طبعا هنا لازم نساعدهم، نساعد مين people، اكيد elderly، والelderly people يعني كبار السن خلاص، and young children وكمان الاطفال ان هم يقرأوا. طبعا help مفعول حبابي بيجي وراه تو المصدر، فهقول to read. we can do that in our spare time، spare time معنى وقت فراغ. if you are interested please contact us، لو انت مهتم طبعا اتصل بينا. using شكل ما قلنا كده، هي by using our email address or call us. تعالوا نشوف حبايبي يلا القطعة بتاعتنا. بيقول لي dear Peter، طبعا ده خطاب لبيتر. بيقول له dear Peter hi I hope you are well. I'm sorry that I haven't sent you emails recently because we are busy moving back to our village، يعني احنا مشغولين بالعودة الى القرية بتاعتنا. after the decent life initiative، يعني بعد ما مبادرة حياة كريمة had improved it، يعني صلحتها او حسنتها. let me first tell you what decent life initiative means. دعني اقول لك ايه هو معنى كلمة decent life initiative، مبادرة حياة كريمة. it means a project to develop all the villages in Egypt، ده مشروع بيطور بيه كل القرى في مصر. in my new village، يعني في القرية بتاعتنا. now we have a primary، a preparatory and a secondary school، بقى عندنا مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي. I don't have to walk kilometers to go to my school every day، ما بقتش مضطر ان انا امشي كيلومترات عديدة عشان اوصل المدرسة بتاعتي كل يوم. the facilities are the best thing in our community، دلوقتي بقت المرافق افضل شيء في مجتمعنا. we have great shops، عندنا محلات عظيمة. and many job chances، عندنا فرص عمل كتيرة. the new healthcare center has modern equipment، طبعا مركز الرعاية الصحية فيه معدات حديثة. we have playgrounds، عندنا ملاعب. where we can play volleyball، نقدر نلعب فيها كرة الطائرة، basketball كرة السلة، and football وكرة القدم. there is a place where families can enjoy being outside، وفي أماكن كمان تقدر تستمتع الأسرة وهي بالخارج together. now we really live a happy decent life، دلوقتي عايشين حياة سعيدة كريمة. السؤال الأولاني حبايبي بيقول لي the main idea of the text is، طبعا بيقول لي إن النص ده عن إيه، شكل ما شفنا عن our village improvement، بيتكلم عن تحسين القرية بتاعته. طب تعال نشوف number 2، بيقول لي the best thing in Ahmad's community is، يعني أفضل شيء في مجتمع Ahmad هو أكيد الفاسيلتيز، الفاسيلتيز يعني المرافق أو التسهيلات. number 3 Ahmad اللي كاتب الجواب is a، طبعا شكل ما قلنا student، ليه student؟ اللي عرفنا student يعني بيقول لي ما بقتش اضطر امشي كيلومترات عديدة عشان اوصل للمدرسة. السؤال اللي بعد حبايبي number 4 بيقول why couldn't Ahmad write emails to Peter recently؟ ليه Ahmad ما بقاش يقدر يكتب ايميلات لبيتر مؤخرا؟ طبعا شكل ما قال له فوق بالظبط because، بس بدل ويدي بقى هقول they، يبقى because they were busy moving back to، وبدل our حبايبي هقول there، to their village after the decent life initiative had improved it. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول summarize the improvements of Ahmad's village، يعني بيقول لخص كده حبايبي التحسينات او التطورات اللي حصلت في قريه Ahmad. طبعا بقى حبايبي في حاجات كتير، اولها ان بقى عندهم primary preparatory and secondary school، ثاني حاجه they have great jobs and many job chances، تالت حاجة the new healthcare center has modern equipment، رابع حاجة they have playgrounds where they can play volleyball, basketball and football، خامس حاجة ان في place where families can enjoy being outside together. طبعا كل الحاجات دي حاجات بينت قد ايه القرية اتحسنت. تعال نشوف number 6، بيقول لي after 5 years what do you think the villages in Egypt will be، يعني بعد 5 سنين في رأيك القرى في مصر هتبقى ايه؟ اكيد طبعا بعد 5 سنين الكرة في مصر هتبقى افضل، فهقول they will be better، يعني هتكون افضل، اجابة سهلة وبسيطة جدا. تعال نشوف حبايبي number
3 السؤال الاختياري بيقول كريم pays for a room to live in a house with its owner his a. طبعا هنا طالما هيدفع عشان غرفه واحده فده بسميه لوجر، ولوجر حبايبي بمعنى نزيل. اما لو هاجر البيت كله هقول عليه تيننت، تيننت بمعنى مستاجر. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 2 بيقول بليز اي فود تو بيبل هو دونت هاف انف. طبعا عايز اقول بره بالطعام للناس اللي ما عندهاش اكل كفايه. تعالوا نشوف نمبر 3 بيقول ذا ويذر is bright today it's very. طالما قال برايت يعني ساطع او لامع يبقى اكيد هو صاني، وصانع حبايبي بمعنى مشمس. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول my grandmother is very kind we all like her she is a. طبعا طالما قال طيبه يبقى she is friendly، friendly بمعنى ودود. تعال نشوف نمبر 5 بيقول sadly من ماذا ولا الحزن the boy failed this test. failed يا حبايبي يعني سقط في الاختبار. fail the opposite of. طبعا عايز عكس fail هي succeed، وsucceed حبايبي بمعنى ينجح. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي to get the noun from the verb manage. عشان نجيب الاسم من manage طبعا بنحط السافكس ايه؟ اكيد دي ار عشان تبقى manager. manager حبايبي بمعنى مدير. تعالوا نشوف يلا حبايبي تصحيح الاخطاء. بيقول لي I am go to wear my black dress tonight. طبعا I am هي وراها going مش go. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي he join a sports club this is his plan. طالما قال لي دي خطته حبايبي يبقى لازم اجيب is going to يبقى is going to join. اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي what you going to do when you finish university. مخطط تعمل ايه لما تخلص جامعه. طبعا هنا لازم اجيب الفعل المساعد الاول are عشان اجيب you وبعدين going to يبقى what are you going to. نمبر 4 بيقول لي when your parents get enough money they are a bigger flat. بيقول لي لما هيبقى عندهم فلوس كفايه طبعا اكيد هيحصلوا على شقه اكبر يبقى they are going to get. تاني going هيجيب وراها to الاول وبعدين get. تعال نشوف نمبر 5 بيقول we going travel by air we have decided to take the train. احنا قررنا ان احنا نسافر بالقطار. اقول له يبقى we aren't going to travel by air يبقى احنا مش هنسافر جوا لان احنا قررنا ان احنا ناخد القطار. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف ال challenging questions. بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words in brackets. بيقول لي نمبر 1 you going go to Rome this year are you. خلي بالك بقى يا حبايبي مهم جدا ان انا اكون عارف ان ده اسمه سؤال مزيل. السؤال المزيل دايما بيبقى عكس الجمله، يعني لو الجمله مثبته بيبقى هو منفي ولو هي منفيه بيبقى السؤال مزيل مثبت. هنا مدينا حبايبي سؤال مزيل مثبت معناه ان الجمله دي كانت منفيه، فلازم اقول حبايبي you aren't going to go to Rome this year are you. طب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي look at that man on the bridge do you think he يعني هل تعتقد ان هو طبعا do you think he is going to jump يعني ان هو على وشك ان هو او ناوي ان هو يقفز. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي she was upset because the news was upsetting. طبعا هنا جايبها لي عشان يخدعني لكن كلمة منزعج او متضايق حبايبي اسمها upset مش upsetted اسمها upset. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول ممكن تدخل على صندوق الوصف هتلاقي الحلقات من اول ما بدأنا لغاية ما احنا واقفين. شاور لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي. السلام عليكم.